ارتفاع قياسي في أسعار الأدوية بعد التدهور الكبير بالاقتصاد الوطني وانهيار الريال إلى درجة كبيرة لم يصلها من قبل، والأدوية كغيرها من السلع بالسوق ترتفع بانتظام، والبعض اختفى من السوق منتظرين استقرارا نسبيا لإعلان الأسعار وخاصة أدوية الأمراض المزمنة. ما فيش رقابة على الأسعار، يعني ارتفاع بشكل جنوني. صاحب المرض المزمن يجي لعندنا الشهر الأول مثلا أبيعه ب8700، أروح أشتري من السوق أجي قدوب علي أنا تكلفة ب9700، يعني تقريبا 20% زيادة. يجي شيء أخذه المرة الثانية، طيب أنا أخذت منك الشهر الأول بكذا، أقول له يا أخي مش بيدي أنا، الارتفاع من الشركة مش مننا إحنا. الكثير من المواطنون يلجؤون للبحث عن العلاجات المهربة أو الرخيصة الثمن لعدم قدرتهم على شراء ما اعتادوا على أخذه من الصيدليات لغلاء سعره، غير مهتمين بصحتهم أو ما ستسببه لهم من مضاعفات. فالريال اليمني أصبح بلا قيمة، إضافة إلى غيابه عن أجيابهم ووصولهم إلى نقطة الفقر والعوز. إن العلاج ارتفع كثير والمرتبات أصبحت لا تفي بالقوت الضروري، فاحنا مضطرين احنا ناخذ حسب يعني الان انا ما اضطرش طبعا الزم تجار الادويه بسعر معين، لكن احنا بقدر الامكان نحاول انه نحد من التذبذب العالي بسعر الدواء. لكن ما تقدر تقول له الان الزمنا، لانه بيلزمك التاجر بتوفير عمله له، بيقول لك وفر لي عمله بسعر ثابت بوفر لك دواء بسعر ثابت. التاجر دائما خاصه في قطاع الدواء نتيجه لوجود شركات كثيره، وهذا كانت صفة إيجابية، وإحنا سعينا أن تكون في تعدد للشركات عشان يحصل منافسة، ولولا أن هذه المنافسة كان السعر أكثر من كذا. فقلت لك نتيجة لهذا التنافس بالأصناف هذا عدو خلق جو من يعني أو ساعد بتخفيض الدواء. الشيء الثاني كمان أنه أغلب التجار يبيعوا لنهاية العام، أغلب التجار يبيعوا لك بشهر واحد يتحصلها في شهر 12. هذا الآن الذي ألزمته أنا بسعر معين، أنا بكون مساهم في تدمير رأس المال الوطني هذا. أين يذهب المواطن الغلبان وأغلب السكان غلابا بعد أن أوصلتهم حرب الحوثي إلى نقطة لا عودة؟ فالعلاجات رغم توفرها بالسوق وبغض النظر هل هي مهربة أم لا، لكن سعرها لا يقدر عليه المواطن.